نظمنا ساحة يعني أحرار وحرائر شهبة، كتبنا شرايط شيء بخص القرار 2254 مفردات القرار، وعملنا هاي الشجرة بتدل على ثمار سويدة فيها مجموعة ثمار، وعملنا البوصلة وأهدناها لساحة الكرامي. نحن أكيد مش صندوق انتخاب مثل ما بالعادي، نحن بهمنا كل المفردات اللي بتدل على الكرامة الإنسانية، عدالة، مساواة، وبهمنا القرار 2254. دورنا مثل دور الرجال نفس الشيء، ما بيقل أبدا عن الرجال، بالعكس نحن يمكن منطبقين أكثر. بهمنا حرية كل الشعب مش بس شعب سوريا، وإن شاء الله أنه تتحرر سوريا كلها.